Yes. صاحب المشروع مديريه التجهيزات العموميه في ولايه جلال، مكتب دراسات سكر عبد العزيز مهندس معماري معتمد، رقابه تقنيه سي تي سي ولايه جلال، مقاول انجاز العمري جمال، مبلغ الصفقه 32 مليون و851 817، مده الانجاز 110 يوم، تاريخ امر انطلاق الاشغال 15/2/2024. استعدادا للدخول المدرسي المبرمج يوم الأحد المقبل، قمنا بزيارة عمل خفيفة لبعض النقاط لبعض المشاريع اللي تتعلق بملف الدخول المدرسي، أقسام توسعية، مجمعات مدرسية جديدة، وإن شاء الله متأكدين بلي الدخول سوف يتم في ظروف جد حسنة. قمنا بزيارة أقسام توسعية للطور المتوسط والطور الابتدائي، وزرنا كذلك مطاعم مدرسية وكذلك مجمعات مدرسية وكذلك بعض المتوسطات التي سوف تكون محل دخول مدرسي، حيث قمنا باستلام 8 أقسام توسعية للطور المتوسط و19 قسم توسعي للطور الابتدائي وكذلك 8 مطاعم مدرسية التي سوف تشهد يوم الدخول إن شاء الله تقديم الوجبة الساخنة ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي. كذلك استلمنا مجمعين مدرسيين، مجمع مدرسي بمنطقة الروبا ومجمع مدرسي بسيدي خالد، وكذلك هناك متوسطة جديدة برأس الميعاد حيث قمنا بتحويل داخلية إلى متوسطة لعناء تنقل أبنائنا عناء تنقل أبنائنا التلاميذ بمسافات بعيدة. كذلك افتتحنا ملحقة تابعة لمتوسطة الملك بن نبي الشعيبة، حيث هناك كانوا التلاميذ يقطنون مسافة 55 كيلومتر للتنقل لهذه المؤسسة، وهذا من أجل تكافؤ الفرص ما بين أبنائنا التلاميذ.